مشروع النهارده من المشاريع المربحه جدا والمشاريع الناجحه جدا ما شاء الله. انا ما شفتش اي حد فتح المشروع ده وخسر فيه او فشل فيه. مشروع جميل جدا للشباب براس مال متوسط. عايزك تسمع معايا الفيديو ده لاخر دقيقه عشان تعرف ايه فكره مشروع النهارده وجميع تفاصيل المشروع ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اهلا بكم في فيديو جديد ومشروع جديد على قناة رضا حاتم. مشروع النهارده مشروع جميل جدا للشباب برأس مال متوسط، من ضمن المشاريع اللي بنصح بيها الشباب. مشروع جميل جدا ما شاء الله. قبل ما نقول فكرة مشروع النهارده احب افكرك لو لسه ما اشتركتش في القناة شرفني واشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل جديد، واهم من ده كله ان حضرتك تضغط لايك لان ده بيساعد في زيادة انتشار الفيديو. مشروع النهارده ايه يا جماعه؟ مشروع محل لبيع اكسسوارات وكماليات السيارات من المشاريع المربحه جدا. خلينا كلنا في الاول متفقين على قاعده ان اي مشروع يخص مجال السيارات من المشاريع الناجحه جدا ما شاء الله والمربحه جدا. اي مشروع ما شاء الله. مشروع النهارده يا جماعه هو مشروع محل اكسسوارات وكماليات السيارات. هقول لك على كل المعلومات والتفاصيل اللي حضرتك ممكن تحتاجها عشان تبدا في المشروع ده. اول حاجه لازم بتشوف موقع المشروع. موقع المشروع هو العامل الرئيسي لنجاح المشروع، وده بيساعد كتير جدا في نجاح المشروع. موقع المشروع لازم أن يكون من ضمن الاماكن اللي هقول لك عليها دلوقتي. اول مكان لازم أن يكون في منطقه فيها مركز صيانه السيارات. ما لقيتش منطقه فيها مركز صيانه السيارات، بتشوف اللي هي منطقه فيها ناس او تجار بيبيعوا قطع غيار السيارات. ما لقيتش بتشوف منطقه فيها جراشات للسيارات، جراش للسيارات ده بيساعد برضه في نجاح المشروع. ما لقيتش خالص بقى وغلب بيك خالص، ممكن تشوف في محل في شارع رئيسي عليه تدوال، ده بيساعد برضه في نجاح المشروع. بس اهم حاجه اللي انت بتشوف مكان من الثلاث اماكن الاولانيين، ده برضه بيساعد في نجاح المشروع جدا. ده بالنسبه لموقع المشروع. بعد كده نشوف مساحه المحل اللي احنا هنحتاجها، واقل مساحه هتحتاجها في المحل ان شاء الله 30 متر. 30 متر اقل مساحه للمشروع. لو عرفت تشوف محل بمساحه 50 متر يبقى كويس جدا، ممكن تجيب محلين وتفتحهم على بعض. المشروع جميل جدا يا جماعه، وعايزك تجازف بالفلوس اللي معاك في المشروع ده. مشروع ما شاء الله مربح جدا ما شاء الله. بعد كده بتشوف تجهيزات المحل، بتبدا تجهز المحل بالارفف وتعمل يافطه مضيئه، بتعرف الناس المجال اللي انت شغال فيه. بس اهم من ده كله النصيحه الثالثه، ان حضرتك لازم أن يكون عندك خبره في مجال السيارات. يعني ان انت لو ما عندكش خبره في مجال السيارات ما تفتحش المشروع ده. ليه بقى؟ عشان لازم أن يكون عندك خبره خلفيه بكل حاجه، بحيث لو حد سالك على اكسسوارات سيارات او على كماليات سيارات او سياره معينه يبقى عندك خلفيه. الناس لما تدخل لك او الزباين لما تدخل لك المحل تحس ان انت فاهم في المجال ده، مش اي حد فتح المشروع وخلاص. فحضرتك لو ما عندكش خبره في المشروع ده بلاش تشتغل فيه. المشروع ده للناس اللي عندها خبره في مجال السيارات وبس، تمام. بعد كده بتشوف اماكن بيع اكسسوارات السيارات. طب ايه هي اكسسوارات السيارات اللي انا ممكن اشتغل فيها؟ بص، اكسسوارات السيارات عددها ما شاء الله عددها كتير جدا، ويعني بقول لك لا نهائي، وكل يوم بينزل جديد في اكسسوارات السيارات. بس انا هقول لك بعض منها. اول حاجه الجنوط بتاعت السيارات بجميع انواع السيارات. عندك اغطيه العجلات بانواع السيارات، عندك اجهزه الانذار، عندك تلبيسات الكراسي، عندك اشكال من الاستيكر اللي بتتلزق على السيارات، عندك الزينه المعلقه في السيارات والمرايات، وعندك الديكورات والتحف والانتيكات اللي بتحط في السيارات من جوه، عندك الكشافات واطقم الصوت وشاشات العرض، عندك انواع كتير وحاجات كتير جدا واكسسوارات كتير جدا ما شاء الله بتتباع في مجال السيارات ما شاء الله، وناس كتير بتحتاجها، منها اكسسوارات حريمي ومنها اكسسوارات رجالي، وكمان الكماليات اللي انت هتجيبها وتلبيسات الكراسي دي تجيب تلبيسات الوان حريمي والوان رجالي، عشان زي ما انتم عارفين السيارات في سيدات بتسوق سيارات وفي رجال بتسوق سيارات، فالسيدات بيبقى ليها ذوق معين والرجال بيبقى ليهم ذوق معين، تمام. ده بالنسبة للاكسسوارات. الاكسسوارات كتيرة جدا ما شاء الله، وانا سايب لك في رابط المدونة تحت جميع انواع الاكسسوارات اللي انت ممكن تحتاجها، وكمان كل الكلام اللي انا بقوله ده مكتوب في المدونة تحت بحيث لو حبيت تراجع الكلام اللي انا بقوله. عندك بعد كده اماكن بيع اكسسوارات السيارات، واكتر ثلاث اماكن بيع اكسسوارات السيارات في مصر، اول حاجة شارع التوفيقية برمسيس بالقاهرة، تاني حاجة منطقة باب اللوق، تالت حاجة منطقة السيدة زينة،
العالم. دول اكتر 3 اماكن بيبيعوا اكسسوارات، اكسسوارات وكماليات السيارات بالجملة. ما شاء الله تنزل هناك بتشوف المحلات والتجار، بتلاقي تجار بيبيعوا بجملة الجملة، بتجيب الكماليات اللي انت تحتاجها والاكسسوارات اللي انت تحتاجها، واهم حاجة بتشوف الحاجة اللي عليها طلب. طيب رأس مال المشروع عشان ابدأ فيه بكام؟ رأس مال المشروع بعيد عن تجهيزات المحل، خلي بالك بعيد عن تجهيزات المحل. رأس مال المشروع ممكن تبدأ في المشروع من 20,000 جنيه ل 50,000 جنيه، يعني انت لو معاك 20,000 جنيه ممكن تبدأ في المشروع. بس اهم حاجة ايه؟ اهم حاجة ان انت تبدأ توزع رأس المال اللي معاك على البضاعة كويس. يعني انت معاك 20,000 جنيه عايز تبدأ في المشروع، ما تروحش تجيب الحاجات الغالية جدا والحاجات اللي الناس مش محتاجاها او الغالية جدا وتبدأ تجيبها وتحطها في المحل. لا، اختار الحاجات الشعبي، اختار الحاجات اللي هي سعرها رخيص بحيث ان انت هيبقى عندك بضاعة كتير. بس يفضل ان انت تبدأ ب50,000 جنيه عشان تجيب جميع الانواع وجميع الاشكال اللي الناس محتاجاها في السيارات. ما شاء الله مشروع جميل جدا، وربح المشروع ما شاء الله يعتبر 100%، ارباح كويسة جدا، يعتبر من الارباح اللي مش معروفة. يعني ايه مش معروفة؟ يعني انت ممكن تجيب الحاجة وتبيعها زي ما انت عايز، عشان سعر الحاجة نفسها ما بيبقاش معروف. يعني اهم حاجة الامانة في المشروع ده. هو مشروع مربح جدا، بس لازم أن تكون امين برضو، واهم حاجة زي ما انا قلت لازم أن يكون عندك خلفية وخبرة بموضوع السيارات. طب في شوية نصائح حابب اقولها لك قبل ما تشتغل في المشروع ده. اول حاجة الموقع زي ما انا قلت لك من ضمن ال4 اماكن اللي انا قلت لك عليهم. تاني حاجة نظافة المحل، نظافة المحل عامل مهم جدا، عشان المحل ده بيدي ثقة للزبون لما بيدخل المحل. نظافة المحل مهمة جدا، لازم أن تنظف المحل اول باول. بعد كده لازم أن يكون عندك الخبرة، ودي حاجة متفقين عليها، ما عندكش خبرة ما تشتغلش في المشروع. انا بقول اهو عشان الناس اللي هتبدأ تقول اللي هتقول انا مش عارف اشتغل في المشروع، ما عندكش خبرة ما تشتغلش في المشروع ده. بعد كده كتابة المطلوب منك. يعني ايه كتابة المطلوب منك؟ يعني واحد دخل سأل عندك على حاجة معينة، الحاجة دي مش موجودة عندك، تسكت؟ لا، تكتبها في ورقة، تكتبها في كشكول، بحيث لو جه حد تاني سأل عليها تبقى هي موجودة. ممكن تكتبها في ورقة وتقول له هتيجي بكرة تلاقيها موجودة ان شاء الله. فمن ضمن نجاح المشروع اي حاجة الناس بتسأل عليها وهي مش موجودة عندك بتبدأ تجيبها وتكتبها في ورقة. بعد كده اخر نصيحة اقول لك عليها، اسأل وابحث قبل ما تشتغل. اسأل الناس واسأل التجار هل فعلا المشروع كماليات واكسسوارات السيارات من المشاريع المربحة ولا لا. ابحث على اليوتيوب وابحث على جوجل، ولقيت المشروع كويس جدا ابدأ اشتغل في المشروع. يا جماعة المشروع ده جميل جدا، وده كان فيديو النهاردة ومشروع النهاردة حبيت اللي انا اقوله لكم في عجالة. اشوفكم في فيديو تاني ومشروع جديد على قناة رضا حاتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.